بقالنا شهر الناس بتتكلم عن طريق الساحل الشمالي، ففهمنا أن هناك مشكلة ما، والناس بقالها شهر بتصوت. يقول لك ايه؟ انت عارف مين اللي عامل الطريق ده؟ على عيني وراسي مين اللي عامل الطريق؟ يقول لك الهيئه الهندسيه. ايه المانع؟ ما دام الهيئه الهندسيه قررت انها تعمل حاجه للشعب، فلما يبقى الشعب عنده مشكله فالهيئه الهندسيه ترد عليه. ما انت ما دام قررت ان انت تتعامل مع الشعب، الشعب لما يسال ترد عليه. لا ما انت كده بتهز. لما بهزش حاجة دي فلوسنا، دي ضرائبنا، احنا اللي دافعين فلوس دي، ودي ولادنا وعيالنا اللي موجودين على الطريق. انا شخصيا شايف انه مشروع جبار اللي بيتعمل، حاجة ضخمة جدا وعظيمة جدا، بس واضح ان هناك سلبيات. قال الفريق كامل الوزير أنه بتوجيه رئاسي سيتم حل مشكلة الطريق الساحلي الدولي، وأن هناك لجنة قامت اليوم بمعاينة المشاكل الموجودة على الطريق وجاري التعامل معها بشكل فوري.